دونتيست ديجا نحتاج واحد يمشي لي مع الحاجه تاعي، زعما لازمني دونتيست انا ما على باليش دوك عندي اللثه تاعي ولا عندي نركب درس ولا عندي لي زامبلون. كاين دوكا نظام تاع الذكاء الاصطناعي يخليك ولا يدير لك تطابق مع طبيب الاسنان اللي يخرج على الحاله تاعك. كاين دوكا يخدم مع جي بي اس يعطيك العيادات القريبه ولا الاطباء القريب قبل ما نروحوا للتشخيص، قبل ما نوصلوا ميم با نشوف شكون الدونتيست تاعنا. بعد كي نوصلوا للعياده نحضروا على نظام المواعيد، تسمى دوكا ما تحتاجش، كاين بزاف عيادات ما تحتاجش انه تديبلاسي ولا تهضر ولا تهز التليفون تاعك باش تدير دير الموعد تاعك. سبحان الله، يعني خلاص اكزاكتومون رانا رايحين بزاف بزاف بعيد في الذكاء الاصطناعي. هي شويه تخوف يوسف يعني ما نكذبوش، بصح كذلك راح يعاوننا بزاف. فانا كي يجيني موعد عن طريق الذكاء الاصطناعي يحط لي الباسيون تاعي، يحط لي واش راه حاب يدير، واش يدير لي الذكاء الاصطناعي، يقترح لي حلول ولا خطه علاجيه قادره تخرج هذه قبل مازال ما نشوف الباسيون كامل. قادر يقول لي هاو كيفاش هذا السيد عنده مثلا مرض السكري، يعني يقول لي تولهي، يدير لي نوتيفيكاسيون تاع تولهي، هذا الشخص عنده امراض تاع الشرايين والقلب لازم ما ديرلوش هذا النوع من الانستيزي. فهذه الحاجه ماشي غير انه ما حش يقول لي كيفاش ندير، يعمل كمذكر ومنبه. حنا كيفاش ندخلوا الذكاء الاصطناعي، تخيلوا انه عندي مساعد ذكي راه حدايا وراه يهضر لي في ودني واش لازم ندير واش ما لازمش ننسى. تطور رهيب اكيد. والله كي قلت لك رانا في عصر يعني حاجه مليحه بصح تخوف. يلا نروح الى مرحله التشخيص. كي ندخلوا في مرحله التشخيص تلمو رانا نحكيو على دوك مازال نحكيو على برك الكمبيوتر ونستعملوا البيسي دركا راهم في تطوير لعده هما يخدموا بالذكاء الاصطناعي، الات يخدموا بالذكاء الاصطناعي. مثلا كاين واحد الالات تقدر تخدم بالاستنشاق بالرائحه، تتخيل في الحجم تاع الاختراع هذا، هي عباره عن اله ينفخ فيها المريض ونسموها التشخيص بالرائحه بالذكاء الاصطناعي، يقدر يكشفنا على عده امراض تاع اللثه. هذا ما نحتاجش دوك العين المجرده ولا نحتاج انا نخمن واش نوع تاع المرض هذا، وديما كاين هذيك تاع 1% بالك هو بالك لا نشوفوا تجاوب مع العلاج. دركا لا راهم يديروا في مرحله الدراسه من مرحله الابحاث، مازال ما لحقوش الى التطبيق الكلينيكي تاعو، ولكن هذا بزاف راح يعاون الناس اللي عندهم امراض في اللثه، الناس اللي عندهم امراض مزمنه، يخلينا نتفاداو اي مشاكل في الدوزاج ولا في مشاكل في نوع الادويه اللي نعطيوها لهم. كذلك كاين حاجه بزاف بزاف مليحه وبزاف تضحك في نفس الوقت، هو اسمها موسيقى الفم ولا موسيقى الاسنان. هذا هو كاين نوع من الالات راح يطوروهم بالذكاء الاصطناعي. واش دير هذه الاله؟ تسمع لك على تكشف لنا على التشققات ولا لي كاري اللي يكونوا لداخل اللي ما نشوفهمش حنا بالعين المجرده، كيفاش يستعملوا بالنقر على الصوت تاع كل درس. تسمع واش راهو يديروا، يجيبوا بزاف الناس اللي يكونوا متطوعين يديروا لهم الابحاث، ينقروا على السن سليمه وسل اللي عندها التشقق هذاك. تسمى هذاك الذكاء الاصطناعي يعرف يولي يعرف الفرق وين اللي مشققه وين لا. من بعد كي يجي عندي انا الباسيون الكابيني تاعي كي جوست ندير له طب طب يقول لي هو اسكو هذا السن سالم ولا لا. لازم نعرفوا بلي كاين مجال للخطا، ولكن النسبه تاع التشخيص الدقيق تاع الذكاء الاصطناعي لحد الان راهو لاحق 93.3%، يعني تقريبا 100%، ما بقى والو.